obligé de descendre. Je ne veux pas. وسيكون التوزيع على كل الولايات الوطنية إن شاء الله 48 ولاية. واللقاء راهو طول السنة ومنظم بطريقة يعني علمية وبدقة. فإذا نطلب من كل المواطنين من المواطنات أنهم ينظموا رواحهم باش يروحوا يستعملوا هذا اللقاح هذا من لحماية المواطنين. وبفضل توجيهات نتاع السيد رئيس الجمهورية قمنا بالواجب نتاعنا ووصلنا إلى هذه المرحلة، لكن لازم نواصل، هناك مراحل أخرى لم ننتهي من هذا الوباء. لازم الحفاظ على البروتوكول الصحي ونبقى بالمرصاد إن شاء الله حتى نخرج من هذه المرحلة.